عقدت نقابة المحامين جلسة حلف اليمين لخريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية ممن اجتازوا دورة معهد المحاماة برئاسة سامح عاشور النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب وحضور أعضاء من مجلس النقابة العام. بصوت واضح نردد القسم وقوفا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالأمانة والشرف والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون. مبروك حضرتك. وقبيل أداء القسم ألقى سامح عاشور كلمة للخريجين الجدد مفادها أن المحاماة عهد وأن القسم الذي يؤديه المحامي ممتد الأثر للآن وغدا ويرسم طريقا للمحامي لأداء مهنته بكل أمانة وشرف واستقلال. مش لأنك النهاردة هتحلف اليمين تبقى خلاص الموضوع خلص. أنت حلفت على اللي فات، أنت بتحلف على الآن وغدا مع كل الناس أن تؤدي بالأمانة والشرف والاستقلال. دي مواثيق صعبة النقول عنها، النقول عنها هزيمة، هزيمة نفسية، هزيمة للإنسان ذاته، وهزيمة للقيمة التي تنتمي إليها وللمهنة التي تشرف بارتداء روبها. ويحرص النقيب على التأكيد أن المحاماة ليست وظيفة بل رسالة عظيمة وتجسيد للقيم النبيلة، ولكي يحافظ المحامي على هذه الرسالة لابد له من الالتزام بالمظهر الملائم الذي يليق بالمحامي، فضلا عن ضرورة السعي نحو إثراء ثقافته في كافة نواحي الحياة ولا يقتصر على القانون فقط. مش مرخص للمحامي إنه يتهاون أو يبدو بمظهر لا يليق به، لأنه في النهاية مش بيأثر على نفسه بس، أولاً هو بيخسر احترام الآخرين له من حيث الشكل كده ومن حيث الانطباع. أنت لما تشوف واحد مش يتقال له أنت محامي والناس تشك في أنه محامي دي في ذاتها إهانة. إنما أنت تنقل هذه المهانة إلى الهيئة التي تنتمي إليها كلها. وقد تباينت كلمات الأعضاء ما بين نصائح وتوجيهات للمحامين الجدد باختيار المؤسسات حسنة السمعة للتدريب فيها والالتزام بالزي الرسمي، بجانب الالتزام بقيم المهنة القائمة على الاحترام والأخلاق والإخلاص في العمل والصدق مع الذات. وقد نوه الأعضاء إلى الدعم الذي تقدمه النقابة لأبنائها من دورات تدريبية وكتب قانونية تعاون المحامي على أداء مهنته وتحمل مسؤوليته الدستورية. وأكد عليهم أني المحامي وهو شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة يجب أن يتسم في مظهره بنفس مظهر القاضي ووكيل النيابة. وعليكم كل الواجبات التي تفرضها نقابة المحامين، ونقابة المحامين هي قلعة الحريات في مصر، وهي التي تدافع عن المظلومين والمقهورين. وأنا بقول لكل واحد من أبنائنا المحامين، اختار المكتب اللي يليق بك، مش اي مكتب انت تروح، لازم تسأل. لابد من القراءة ولابد من المعرفة ولابد من السؤال، بمعنى انك تسأل عن اي حاجة ما تعرفهاش، مش عيب انك تسأل. من اليوم لحظة فارغة في حياتك، انت النهاردة هتقسم اليمين قسم وهتستلم كارنيه بقيت محامي، يعني محامي زميل. بناء على تعليمات النقيب سامح عاشور بيوفر كل الدعم لأبنائه المحامين الشبان الجدد من دورات في كافة فروع القانون، كما أنكم الجيل الذي تمتع بالمسؤولية الدستورية. هذا الجيل يجب عليه أن يكون أهلاً لتحمل هذه المسؤولية.